مفارقة قدرية شوية إن محمد الشناوي في يوم خسارة كأس مصر كان بيتوج بلقب أفضل لاعب داخل أفريقيا، مش أفضل حارس، أفضل لاعب داخل القارة. إنجاز مهم جدا على المستوى الشخصي وللنادي الأهلي، لأنه أول حارس في تاريخ مصر ياخد الجايزة دي. وهنا عايز أقول حاجة، يمكن تعرضت اللقطة دي أو تعرض المشهد ده تعليقات كتيرة جدا متباينة، بس اللي عايز أقوله إن ده أكبر حافز للاعب. محمد الشناوي نبقى بنتكلم كلام غير منطقي لو ما قلناش إن لحد قريب جدا كنا بنقول إن هو أحسن حارس في مصر، مش بس لا فارق بمسافة كبيرة جدا، بس جزء مهم جدا الحفاظ على ده والاستمرارية. الجايزة دي في اللحظة دي هي الحاجة اللي لازم يتشعلق فيها محمد الشناوي عشان يخرج من كل شيء محيط بيه نفسيا، عشان يعرف ان هو لا قادر. وزي ما بنتكلم مستحيل ده يكون مصادفة، محمد الشناوي اللي في الأولمبياد، اللي أحسن حارس في مباراة في كأس العالم لمنتخب مصر، الحارس اللي ليه لقطات كتيرة جدا مضيئة صعب تغفلها ومش منطقي انك تغفلها، بس تقدر توجه طاقة زعلك على محمد الشناوي اللي ممكن تخرج في شكل انتقاد لانك تقول له ده اكبر حافز ليك. الجايزه دي محمد الشناوي لازم يحطها قدامه طول الوقت، ازاي ارجع اسرع من اي حد ان انا اكون افضل حارس في افريقيا في الملعب، وردا على اي حد شاف ان هو يقدر يسخر من جايزه بالقيمه دي. هو دور مهم جدا لكابتن محمد الشناوي تحديدا، لانه كابتن الفريق واحد العناصر المهمه في غرفه الملابس، ودوره مهم الفترة القادمة، فبالتالي نتمنى تكون دافع ليه لعودة تاني محمد الشناوي لحالته الذهنية في الملعب، لحالته النفسية، وإن شاء الله إمكانيات محمد الشناوي لو رجع لحالته الذهنية والنفسية يقدر يقدم المستويات اللي قدمها اللي حقق بسببها جائزة أفضل لاعب داخل القارة. والحقيقة مفيش لاعب مصري خد جائزة أفضل لاعب داخل القارة إلا لما كان أهلاوي أو إنه كان بيشارك مع النادي الأهلي، اللعيبة اللي سبقوا خدوها كانوا ايضا من النادي الاهلي، وده بيؤكد على انك على مدار تاريخك دايما وابدا الاكذوبه اللي بتقول لعيبه النادي او لعيبه النادي الفلاني هم افضل لعيبه في مصر، انا مش مقتنع بيها. كل نادي عنده لاعبين ممكن يشوفهم افضل لعيبه، لكن الارقام والجوائز الفرديه دايما وابدا بتروح بنسبه كبيره جدا تفوق 90% للاعبي النادي الاهلي على مدار تاريخهم، مع كامل احترامنا وتقديرنا للاعبي الانديه المنافسه جميعا. بالتاكيد في منهم قامات كبيره، بالتاكيد في منهم لعيبه اساطير، ولكن الجائزه دي هي جائزه حصريا حتى هذه اللحظه للاعبي النادي الاهلي.